ما أن يضرب المدفع إلا ويعلن بذلك عن موعد الإفطار خلال شهر رمضان، فالمسلمون في الشهر الفضيل ينتظرون بفرح وشوق لحظة الأذان على امتداد مساجد العالم الإسلامي في الحرم المكي وفي القدس، مروراً بقاهرة المعز حتى بلاد المغرب. تزهو المآذن بإعلاء الأذان ختماً لنهار من الصيام. بمجرد غروب الشمس تسطع الأنوار في جنبات المساجد في أبهى الحلل، فلشهر رمضان طقوس خاصة تظل في كل عام مناسبة ترتبط بالأجواء الروحانية والتعلق ببيوت الله.